يتولى قتله، وأن خروجه سيكون في آخر الزمان، لكن غير محدد العلامة، غير محدد التاريخ، غير محدد الفترة. فلذلك كل ينذر قومه للاستعداد، ولأجل أن يفهم الناس أن الديانات كلها تدعو إلى اليقظة والانتباه. وهكذا الشأن الذي عليه الأمر من عصر نوح إلى أن ظهر النبي محمد، وإلى الآن الساعة ونحن نتكلم نفس الشيء، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحذر. لا يعني أنه بيظهر بكرة ولا بعد بكرة، الله أعلم كيف ظهوره، لكن ما تكلمنا عن ظهوره، نحن تكلمنا عن أفكاره، عن مدرسته، عن ظواهر الانحراف في حياة الشعوب الممهدة للدجل، الممهدة للدجال، وهي التي خطورتها الآن تدور في حياة المسلمين. مع الأسف أنه وصلنا مرحلة من النوم العميقة أنه مدى نستوعب الأمور اللي دا تصير حوالينا، فمضطر اليوم قبل ما نبدي الحلقة أنه أنبه على كم معلومة. نزلت بآخر 4 سنوات فيديوهات مختلفة عن العادة، مختلفة عن الفيديوهات اللي أنا بالعادة أنزلها، بحكم أنه الله نعم علي أنه أقدر أنقل لكم الأمور اللي دا ألقاها، سواء كتب أو تجارب أو يوتيوب أو غيره، أو بحث خاص أنا دا أسويه، أو عن طريق ناس أصحاب خبرة. خاصة أنه بعد الكورونا الأمور صارت علنية أكثر وأكثر، والأمور قامت تصير بديهية أكثر وأكثر، وما زال البشر مدى تستوعب أو بالأحرى ترفض أنه تصدق الحقيقة المرة، وتفضل أنه تسمع رأيها الخاص لأنه يكون منطقة مريحة أكثر بالنسبة إلها بدون ما تغوص بتفاصيل بهيجي زمن مرعب. المعلومات اللي ذكرتها باليوتيوب من أيام فيديو الإعلام والميديا وسيطرة الإعلام وفيديو ترافيس سكوت كانت من أخطر المعلومات اللي ممكن أنت تسمعها بهذا الوقت. وهسه اقول لك ليش هي مهمة كلش، الكل واحد يخاف على نفسه بهذا الزمن. ماكو نبي بعث إذا ما حذر من المسيح الدجال، وهذا اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذكره بأحاديث ذات سند صحيح وموثوق ومسنود، ماكو أي مجال للشك به. فكبر هاي الفتنة لا تشوفها مجرد شيطان دي يحاول يغويك أو دي يحاول يطلعك من الطريق، هذه الصورة هي مجرد أقل من 1% من الحقيقة. احنا نحكي عن مؤسسة عمرها على قد عمر الدنيا، من يوم ما إبليس مقبل يسجد لأبونا آدم عليه السلام. هاي المؤسسة كبرت ويا الزمن، وكل فترة تحاول تسيطر على العالم وينهيها رب العالمين. وسبحان الله على مر العصور ما قدروا ينفذون أحلامهم إبليس وتباعه، أحلامهم اللي يسعون أن يسووها بالكرة الأرضية، بس بحكم الفترة الزمنية اللي احنا عايشين بيها، فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام حذرنا وقال لنا بالتفاصيل على هذه الفترة وش راح يصير، ومنه راح يكون المسبب لهذه الفتنة اللي احنا دا نعيش تفاصيلها كل يوم. وبسبب انها فتنة، فتنة رب العالمين، فرب العالمين هو اللي دا يخلي اسئلة الامتحان هذا اللي احنا بيه لتغريب الصورة. اذا نعتبر كل السنين اللي فاتت وكل العصور اللي فاتت كانت مجرد امتحانات دورية بني ادم دا يعيشوها، فتقدر تقول انه هذه الايام اللي دا نعيشها هي امتحان البكالوريا للبشرية. امتحان صعب، امتحان يحتاج لتحضير، امتحان يحتاج جهد، امتحان يحتاج امور غير عن العادة، امتحان يحتاج بصيرة أكثر من أي وقت ثاني. وكأن على صعوبة الامتحان الحل كلش سهل والجواب كلش سهل على سهولته، اللي هو الاستقامة وأن نمشي عدل وأن نعرف إحنا منه ونعرف ربنا منه، بس هي في قمة الصعوبة. ليش؟ لأنه الزمن اللي إحنا بيه، المعلومات المشوهة والمضللة، الصورة المبهمة، الكل شيء إحنا تعودنا أو عرفناه أو تربينا عليه وكبرنا وطلع غلط أو طلع مغاير للي نعرفه. وإذا بسبب وجود هذه الفتنة وبسبب هاي الصورة المبهمة تقول أنه ماكو شيء واحد صح بهذه الدنيا، فهذا كفر واضح بالله. ليش؟ وأنا أقول لك ليش. ليش؟ لأنه أحد أسماء ربنا عز وجل هو العدل، وأحد تجلياته وأحد صفاته هي العدل، فكيف يخلق ويسوي فتنة بهذه الظلام وبهذه النارية وبهذه الصورة البشعة، وبمقابلها ما يخلي نقيضها، ما يخلي عكسها تماما من صورة نورية نقية بلا شوائب، تكون هي تقدر بلمحة تمحي هذا الوجود المظلم. والمرعب بالموضوع، المرعب جدا بالموضوع، انه الفتنة فتنة رب العالمين، يعني الامتحان مستمر، المتحدث قدامكم ممكن بأي لحظة يزل ويوقع ويرسب بهذا الامتحان، يرسب بامتحان الفتنة اللي هو دا يحذركم منها. ممكن اي شيء، ممكن اكو شغلة تكون هي نقطة ضعفي، النقطة هي اللي راح توقعني. والدليل انه من صارت حادثة العجل سيدنا موسى عليه السلام
السلام كليم الله من حكى ويا رب العالمين قال له بسم الله الرحمن الرحيم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الفتنة فتنة الله، هذا الشيء اللي يخليك تعيد الحسابات مليون مرة، هذا الشيء اللي يخليك تقول إنه أنا مدام بعدني بالامتحان إذا أمر الله ساري وماشي كل شيء دي يصير بحياتي، فلازم أكون حذر أكثر ولازم أتقي شر الأمور أكثر. وقبل ما أتقي شر الأمور الخارجية لازم أتقي شر نفسي، وعلى مود أعرف شون أتقي شر نفسي لازم أعرف شون دي هيجون نفسي علي، شون دي يحركون ويستخدمون النفس علينا. هذه الفكرة اللي دا أقولكم فكرة مرعبة، بنفس الوقت هي أكثر فكرة مريحة تقدر تفكر بها بهذا الزمن. هاي الفكرة اللي تقدر تستخدمها للترهيب هي نفسها فكرة تستخدمها للترغيب، إنه هذه الفتنة وهذه الصورة هي من خلق رب العالمين، رب العالمين اللي قرر إنه هيك تصير، رب العالمين اللي خلق هذه الفتنة، رب العالمين اللي يريد الأمور هيك تصير. فهنا أنت تكون قدام خيار، من أنت تكون فرضا وحاشا لله بس لتقريب الصورة عندك معاملة بوزارة فلانية، من تروح تسوي هذه المعاملة إذا تعرف الوزير فأمورك راح تمشي أسرع، راح تكون عندك مثل الواسطة بالوزارة. نفس الشيء من تكون طالب بمدرسة، إذا والدتك المعلمة أو مديرة المدرسة أمورك راح تكون ماشية غير بالمدرسة، إلك نظرة غير، إلك ثقل غير. تخيل من الإنسان وبني آدم دا يمشي بهاي الكرة الأرضية بدون الإحساس بالعناية الإلهية اللي موجودة، بدون الشعور بوجود الله عز وجل. تخيل هذا الفراغ الروحاني اللي البشرية معظمها دا تعاني منه، شلون بكل سهولة بمجرد تسليم الأمور لله، بمجرد أنه تسلم أمرك كله الداخلي الخارجي الأفكار الرزق أي مشكلة أو معضلة أنت دا تلقاها مجرد تسليم أمرك لله هذا الحل ينهيها. أرجع تخيل وياي هذا الفراغ الروحاني اللي دا تعاني منه البشرية كنتهاج مباشر لفتنة المسيح الدجال. بالفيديوهات السابقة حاولت أنطي قدر الإمكان أفكار مغتضبة ودسمة بدون ما أغوص بالعمق اللي ما له داعي، دائما ردت أنقل أو ردتكم تشوفون جوهر الأمر بدون ما تهتمون بالرتوش منو شنو شو وقت انولد شو قد عاش، أكو جوهر للأمور أو للفيديوهات اللي حكيتكم عليها. واليوم أنا ما دعتش هالحكي لأن هي فيديوهاتي، أنا دا أقولكم لأنه أنا أعرف ثقل المعلومات اللي أنا كنت ناقل إلها بعد تمحيص وبعد بحث وبعد سماع من ناس أهل خبرة وأهل معرفة بهذه الأمور وبهذا المجال. وأنا أعرف كلش زين أنه لو الفيديوهات السابقة ما كانت بقدر كلش مهم من المعلومات ما كان قناتي باليوتيوب صار لها شادوبان، والشادوبان هو من يسوي لك حظر بطريقة غير مباشرة، يعني ما يحظرك ما يمنعك من أنه تنزل فيديوهات بس يمنع فيديوهاتك من أنه توصل للناس، ويبدي يدز لك مثلا تعليقات أو يدز لك رسائل معينة تخليك مثلا أنه لا تنزل أو عوف هالموضوع. والدليل أنه موضوع حلقة اليوم من حاولة أطلع الفيديوهات اللي قبل أقل من شهرين كانت موجودة باليوتيوب ممسوحة كليا من اليوتيوب، أو يمكن بعدها موجودة بس هم صار لها شادو بان أو حظر غير مباشر بحيث قامت ما تطلع، بغض النظر شقد تسوي سيرتش بغض النظر شقد تنزل يبدي يطلع لك أمور ثانية ويتيهك عن الفكرة الأساسية. وكمثال فيديو الخمسة المسيطرين على الإعلام، أنا برأيي فيديو يراويك الإعلام بغض النظر إذا نحكي أخبار أو أفلام أو مسلسلات أو سوشيال ميديا شلون المسيطر على هاي الشركات الإعلامية هم مجموعة يهود بأجندات صهيونية، ومن أقول صهيونية أعني شيطانية فوق ما تتصورون. اختصرت لكم الأمر بس على مود تأخذون جوهر الأمر بس بأدلة من عندهم من مصادرهم. بعدها حكيت لكم عن المسيح الدجال وما مشيت بالمنطقتكم المعلومات اللي كل القنوات دا تمشي بيها وتحكي بيها النقل بدون تفكير وبدون بحث وبدون إضافة شيء للمستمع. حكيت لكم عن شلون مسيح الدجال الجزء الأول، حكيت لكم عن جاك بارسنز اللي هو أبو عصر الفضاء اللي وصل لنا القمر الصناعي ووصل لنا التكنولوجيا اللي إحنا جزء منها بعالمنا هذا اليوم، وحكيت لكم عن شلون جاك بارسنز من مذكراته اللي حاولت قدر الإمكان إنه أترجم المعلومات اللي قريتها بكتابه مذكراته اللي خاطها وكاتبها خط ايده اقول لكم اياها على متوصلكم الفكرة الاصلية شون هو نصا قابل المسيح الدجال واخذ منه هاي المعلومات وهاي العلوم. وبالجزء الثاني حكيت على علاقة المسيح الدجال ويا اليهود ويا بني اسرائيل على مر التاريخ، وبالجزء الثالث حكيت على علاقة الحكومات الاسرائيلية اللي موجودة ويا التوجهات الشيطانية سواء لدعم المسيح الدجال او لتبرير
الاجندات اللي هم دي حضروها لغاياتهم، وحكيت عن شركات بلاك روك وفانغارد بهاي الثلاث اجزاء، شركات المسيطرة على كل منتج حاليا البشرية كلها الصاحية على روحها وعلى ضميرها هذا الطالب بالمقاطعة. وحكيت لكم على السيرن على مود تكون عندكم فكرة شلون انه دي يستخدمون فكرة انه العلوم او العلم من اجل قيام بطقوس ومراسيم شيطانية علنا وبصورة بديهية، بس انت ما تريد تصدق. وحكيت لك شلون هم مسيطرين على الاقتصاد، على رموز المال والتجارة باستخدام الآلهة القديمة بفيديو منات الصنم والبنك الفيدرالي. وحكينا عن بعل وعشتار وشون هاي الطقوس والمراسيم ما زالت اللي عمرها آلاف السنين رجعوا وحيوها بس بصورة غير مباشرة، وكأن حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام من قال لا تقوم الساعة حتى تعود عبادة الأوثان إلى أرض العرب، كأن هذا تتحقق قدامنا. هم الكل مسلمين أو الكل يعرفون الله بصورة أو بأخرى، فما تقول إنه لا مو مال راح يسجدون، ممكن قبل 4 سنين بهالوقت اقول لك ايه يسجدون باي لحظه، بس قبل 4 سنين تقول لا ما يسجدون، لانه دنباوع للامور بالفكر مالتنا، ما دنباوع الجوهر الامر، ما دنباوع السجود القلب، ركوع القلب وسجود القلب وخضوع الفكر والفؤاد والقلب الشيء غير الله، هو هذا افضل واضبط صوره على تراويك عباده الاوثان بعصرنا. فاذا انت شفت هاي الفيديوهات كلها وصار عندك جزء من الحقيقه، فتقدر تشوف حلقه اليوم اللي هي راح تكون من اغرب الحلقات عن ايلون ماسك، على مود تطلع من القوقعه اللي حطوك بيها وقنعوك انه هي هاي افكارك وهاي القوقعه انت مختار تكون بيها. اريدك توقع كل حائط انت حاطه وده ترفض بيه بعض الافكار لانه ما تناسب الامور اللي تعرفها، واي شيء ما راح يصرف لك من اللي دا اقوله روح انت ابحث عنه. ايلون ماسك شخصيه طلعت بيوم وليله نوعا ما، طلعت على الساحه ولعبت جوله، مره هو كان عنده باي بال ومكتبه الكبراته وشوي شوي بنى نفسه، مره كان مجرد مبرمج، مره كان مجرد تاجر، بعدين صار مخترع، كل يوم طلع لنا بصوره وبهيئه جديده. الغريب بالامر انه الشركات الكبار خاصه شركات التكنولوجيا اللي مسيطره على السوق العالمي حاليا، اذا بدنا نحكي عن ابل، مايكروسوفت، اي بي ام، سبيس اكس، نيورالينك وهاي السوالف، شركات ايلون ماسك، راح نشوف انه كلهم يحكون نفس الحكايه، بدا من الجراج. انسى كل هاي الامور وانسى شو وقت ولد وش صار ووين درس وهاي، لان هاي مو موضوع الفكره اللي انا داري اوصل لك اياها. الفكره اللي خلتني اسوي الفيديو اللي مسويه اليوم انه انا كنت اتفرج اخبار، اكو احدى القنوات باليوتيوب ما يطلع بيها واحد يحكي، بس عباره عن واحد يجمع الاخبار اللي طلعت على مدى الاسبوع ويحطها في فيديو واحد. فمن ضمن هاي الفيديوهات كان فيديو مقابلة يحكون على النيورالينك اللي هي الشريحة اللي شركة إيلون ماسك كانت تشتغل عليها، وقال بالمقابلة هذا الرجال اللي هو ما أعرف منه فد واحد مطلعيه على مدى يقابلوه، قال له لتسهيل الصورة هي شريحة نحطها بالدماغ وراح تسوي ثورة، لأنه راح نقدر نتحرك، نحرك المشلولين ونحرك المادري شنو، وتغير انت بدون ما تحرك ايدك انت تقدر تسوي هواية امور مجرد التفكير. بعدين كان يقول فت كلمة انا بالنسبة لي شفتها من اخطر الكلمات اللي ممكن الانسان يقولها وتمشي هيك بسهولة، مع انه المذيعة ضحكت وكملوا الامر كأنه طبيعة. قالت انه it controls your intent، يعني شنو it controls your intent؟ يعني تسيطر على النية مالتك، تقرا النيه مالتك، تشوف انت ايش تريد تسوي وتسوي لك الشغله. يعني انت تريد تدز مسج بالتليفون، بدل ما تلزم التليفون وتدز مسج وتكتب بالكيبورد وتختار الحرف، مجرد ما تفكر وتنكتب وتندز. شخصيه مثل هذه مستحيل تكون عاديه، شخصيه تريد تسوي هيك شيء مستحيل تكون عاديه، مستحيل تكون شخصيه طبيعيه. وهسه اقول لك ليش، انه هو بدا باي بال، بعدين راح والله لا اني سبيس اكس، بعدين لا تسلا. سبيس اكس كمثال احدى شركاته، سبيس اكس بدت كوكالة فضاء خاصة خلينا نسميها تساعد بمهام ناسا، مثلا ها شنو تحتاجون ندز لكم امور محطة الفضاء الدولية، احنا عندنا نقل مثلا لوجستيات، خلينا نقول لوجستيات بس للفضاء. هي بدت هيجي شوي شوية شوي شوية، هسه بهالوقت صارت هي اللي دا تطور الصواريخ. ركز لي على هاي النقطة، وانا قلت لك اذا شايف الفيديو مال المسيح الدجال الجزء الاول كمل وشوف، اذا ما شايفه
روح شوف على مود تفتهم اللي دا اقوله، على مود تربط الامور. قامت بدت هي تقرر الصواريخ شلون تصير. جاك بارسنز بالاربعينات سوى الصاروخ اللي وصل للفضاء، وخلي نقول السماء مثل ما هم يسموها. إيلون ماسك قدر بطريقة ما، شركته أو هو، يخترع الصاروخ اللي يقدر يرجع للكرة الأرضية بدون ما ينفجر. شوي شوي ما قلت لك على المسار، هو يصير هو المتنفذ. الإنترنت اللي بدأ بنهايات القرن اللي فات، هدته سيرن اللي دا تشتغل على بوابات بين أبعاد ثانية حالياً، عيني عينك بالأخبار دا يقولوها بمواقعهم، تقدر ترجع على فيديو سيرن وتتأكد لأنه حطيت الكياها ويا الموقع. سيرن هدت الانترنت بذاك الوقت. حاليا المسيطر على الانترنت حول العالم واللي اي شيء يضرب نظام الانترنت والاتصالات العالمية هو راح يكون الوحيد اللي مرتب اموره ويقدر ينقذ البشرية هي شركة ايلون ماسك ستارلينك. It's just after 6:30 and we just saw the string of satellites pass directly over Boston. They're being hit by just the right amount of sunlight to make them look like a train of light. I see it. I don't know what it is. What it is a string of satellites that Elon Musk Starlink company started launching back in 2019 to provide internet service. Starlink currently has about 3500 of these. سيارات اللي ممكن تتحكم بيها عن بعد وتوديها وين ما تريد وتسيطر عليها من بعيد، حاليا كلها اللي بالسوق هي سيارات تسلا. مؤخرا باقي الشركات قاموا يسوون نفس الشيء، يحطون نظام الجي بي اس مدام هي بيها اوتو بايلوت او بيها نظام القيادة الالي او الذاتي، قاموا يخلوا لها مثل نظام التشيب اللي يقدر يتحكم بيها عن بعد. برروا هذا الشيء بامريكا من باب انه احنا اخاف مثلا ما اخذها واحد عن طريق البنك ومدى يدفع قروضه، فبهاي الطريقة نقدر نرجعها للمعمل او للمحل بكل سهولة على مود لي ينهزم بيها. Ford has a plan to crack down on self-driving vehicle owners who fail to make payments. The automaker has filed a patent for a system that would make the vehicle drive itself back to the dealer. تخيل عالم بطريقة ما، قنبلة كهرومغناطيسية، انفجار شمسي، عاصفة شمسية، بغض النظر شنو صورة الشيء، كان طبيعي او غير طبيعي او مختلق. تخيل هاي العاصفة الشمسية ضربت الانترنت كله، ضربت نظام الاتصالات، راح تحتاج شخص منقذ، راح تحتاج تبرز احد للساحة. منو هذا الشخص؟ الشخص اللي عنده على مدار الساعة كميات هائلة من الاقمار الصناعية اللي تطير حول الكرة الارضية كقطار، هاي اللي يشوفوها مثل القطار، تفتر 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 وتبث انترنت لكل الناس. الانترنت والكهرباء بهذا الوقت عصب الحياة، عصب الحياة، يعرف كلش زين ايش دي يسوي. الفيديو الاغرب من فيديو المقابلة اللي حكيت لكم عليها مال نيورالينك، الشريحة اللي كانوا يريدون يحطوها بعقول الناس، هو فيديو الصواريخ اللي يدزوها للفضاء، صواريخ سبيس اكس ما تشبه اي صواريخ ثانية. يعني تشوف فيديوهات اطلاق صواريخ عادية مال ناسا او مال اي وكالة فضاء ثانية، هاي اذا وصلوا للفضاء. Atlantis is roll maneuver is complete. The orbiter's in a heads down position on course for a 51.6 degree. وتشوف فيديوهات سبيس اكس، فيديوهات صواريخ سبيس اكس اغرب من الاشياء اللي تشوفها. My goodness. And now you'll see it continue to shine through the night sky as it hits another thrust set right there. Just see the trail it's leaving behind. Absolutely amazing. And to describe it to you, and you can see it, but from the ground, it almost looks as though a cloud of smoke with its own mind is just shooting through the sky. This is absolutely incredible. Again, you're watching the SpaceX Falcon 9 rocket launch from Vandenberg Air Force Base, this visible from Bakersfield. Absolutely incredible.
زين، على ما نفتهم هاي الغرابة مع الأمور، تعالوا شوية نرجع بالزمن. منو أم وأبو إيلون ماسك؟ أم إيلون ماسك ببحث كلش بسيط تكتشف أنه هي عبارة عن عارضة أزياء ذات ميول شيطانية في وقت ما متعارف كان بين الوسط الفني أنه هي سحارة تسوي سحورة. بعدك ما تريد تشوف إيلون ماسك. إذا نجي نشوف اسمه إيلون بالعبري القديم هو الإله أو إله الإله أو الإله الأعلى. إيلون مذكور بالتوراة بهاي الطريقة. ورا يجي ماسك إيلون ماسك. هذه قد تكون، أنا ما أؤمن بالصدف، عم بكون صريح وياكم وأغلبكم قد ما يصدق هاي الفكرة، بس إيلون ماسك اللي اسمه إله يجي ورا ماسك مسخ، الإله المسخ. جدي يادة أحكي هنا هذا الموضوع، هذا الربط الإله مسخ خلاني أروح أسوي فتشي أعمق. رحت حسبت بحساب الأرقام أو حساب الجمل اللي هو يستخدمون أبجد هوز ويعرفون أنه يحطون هذا حساب علم عربي قديم، يحسبون بي أنه كل حرف مقابلة أكو رقم معين، فكل الأرقام إذا مجموعة راح ينطينا لاسم معين، كل حرف نقسم الأحرف ونعرف كل حرف أي رقم يوافقه ونحسب. الغريب بالأمر أنه حسبت المسيح الدجال أنطت نفس العدد لكلمة إيلون ماسك. وايد أحكي بالعربي، كلمة المسيح الدجال أنطت نفس عدد إيلون ماسك. هنا خلى الأمور بعد أغرب وأغرب، أريد أعرف بعد شو تسوي. وايد أحكي لكم على هذا البحث قبل شهور، أنا تأخرت كل شهواية على ما أصور هذا الفيديو، وسبحان الله كل شيء بوقته. طلع فيديو قبل فترة عن مربية إيلون ماسك. مربية إيلون ماسك شقد دورت على الفيديو ما لقيت غير قناة واحدة اللي بعدها ناشرته ويا تعليق وما أدري منو دا يحكي. الفيديو اختفى من كل مكان بالإنترنت، اختفى حرفيا، وراح أحاول بعد ما خلص تسجيل هذا ألقاه. اختفى من الإنترنت مثل البحث ما سيرن اللي على مكة اللي هم زين كنت مصورة، بحيث بالفيديو ما سيرن قدرت أحط لكم قبل وبعد، قبل من كان البحث موجود وبعد من شالوا البحث. أكو أخفاء متعمد يصير لكل هاي المعلومات وانت بعدك ما تريد تشوف. المهم المربية مال إيلون ماسك راحت من جوي أهله وهم صغار، شافتهم كانوا دائما يقعدون قعدات غريبة، الأماية وهي وهو يحكي حكي مو مفهوم، فصارت حادثة هي تحكي عنها بأول فيديو. هي نزلت فيديوهات اثنين، واحدة منهم مقابلة كانت على قناة، فأول فيديو هي كشفت الأمور، قالت أني سألت أمه مي سحارة حكم اللي شافتها، لأنه شافتها هي تسوي له أمور، قالت له شنو هذا، هو إز هي ذا أنتي كرايست، قالت له شنو هو هذا المسيح الدجال، شان تقولها لا هذا اللي راح يحضر له الستيج، هذا اللي راح يحضر له الأمور على مود يطلع. هاي عن لسانها قالت انه صار فد شي تركتهم بعدها. اللي صار شنو هو، وهاي عن لسانها، وارجع اقولكم ان شاء الله يكون يعني القى الفيديو على مود اخلي لكم اياه. تقول انه إيلون ماسك من كان عمره 12 او 13 سنة بسن المراهقة، المهم كان مولع بالسحر ويسوي جلسات سحر، وباحدى جلسات السحر قدر يفتح بوابة. انا احكي لكم عراقي عربي، كانوا يحكون سواء انه اكو بوابات، احنا لنقول بوابات، احنا نقول مداخل العالم الشياطين. عوفك من فكرة البوابات نجمية او بوابات ما اعرف شو، عوفك من هاي الافكار دتشوشك عن الصورة الحقيقية. كل ما في الامر هي بوابات العالم ثاني رب العالمين خلقه، عالم الجن والشياطين اعوذ بالله منهم. إيلون ماسك قدر يفتح بوابة لذاك العالم، وكان ناوي يضحي بالمربية مالته ودخلها لإحدى البوابات هاي، دخلها وياه. وهي توصف حتى اللي شافتها، توصف اللي شافتها كانوا عبارة عن ناس لابسين لبس الفراعنة بس برؤوس حيوانات، شبهتهم بالآلهة القديمة، آلهة المصرية القديمة، وكأن كل شيء بالحياة هسه حرفيا كل شيء بالحياة دي ينقل لنا صورة طبق الأصل عن حال الكرة الأرضية قبل طوفان سيدنا نوح عليه السلام. And I never told him what he did. And then one day I asked someone in the circle, Imelda, Joaquin's mother. I asked Imelda, I said,
Is he the Antichrist? I was 13 years old. She didn't even blink. She said, no, but he will present the mark. And when you see him do that, the Antichrist will take the stage. So, now here we are, 40 years later. Boom, that boy is the star of the world. نفس الشيء، هاي المخلوقات الشيطانية اللي أوهمت الناس أنهم آلهة وخلتهم يعبدوها، لأن هاي لعبة إبليس طول عمره يوهم الناس يوقع الناس، والله هذا ربكم، هذا ربك، هذا يعبد كلب، هذا يعبد بقرة، هذا يعبد ما أدري شنو، هذا يعبد رأيها. الأمر واصل مرحلة خطيرة، معظمكم ما دي يستوعب الفكر لأي مرحلة، يعني خطورة الأمر لأي مرحلة واصلة، بس هم دي يشتغلون، دي يشتغل إبليس شغل نقص، وعوانا فرحانين والناس نايمين. غزة اللي هي غزة اللي دا تصير على بعد أقل من 1000 كيلو، ناس ناسيتها وماشية أمورها ولا كأن شي دا يصير. كل شي أخذوها مني، ذكرت غزة لسبب واحد كلش مهم. معظم الأشياء اللي دا نشوفها سواء سياسية إعلامية فكرية هو شيء عقائدي، أصله يرجع الفرعين مالهم ثالث، يا أما أصل نوري، أصل صافي، أصل نظيف، أو أصل ناري قبيح شيطاني أعوذ بالله منه. عقيدتين بهالعالم بغض النظر عن صورتها ومسمياتها، أنت يا أما ويا جهة اليمين أو جهة اليسرى، ما بها ثالث. لا تقول أني بالنص، لا تقول أني بمنطقة رمادية، الحقيقة ما بها منطقة رمادية، الحقيقة وحدة، شئت أم أبيت، ردت تصدق لو لا. إذا وصلت جوهرة الفكرة اللي أنا داريد أوصلها لكم من هذا الفيديو، فأقدر بعد مئات الأفكار أقول الأمور اللي دا تصير حرفيا يوميا، سواء عن طريق نحكي على الموسيقى، نحكي على الأفلام، نحكي على كل شيء دا يصير، خاصة فكرة العلماء هي بشكل عام، فكرة العلماء، فكرة شون انه العالم، هسه ديزني دا يروجون لهاي الفكرة انه هو عالم ويستعين بأحد من العالم الثاني، وهذا يقول له أنا أنطيك علم بس انت افتح لي البوابة وخليني أطب. أنا شون يدخله بمسلسل مثلا كارتون اللي دا يشوفوه معظم الجهال العراقيين اللي على الأقل اللي أنا أعرفهم، مسلسل Gravity Falls اللي يحكي على هذا العالم اللي يحاول يدخل الشيطان هذا المثلث ابو العين الوحدة لهذا العالم مقابل انه ينطي علوم يساعده بانشاء البوابة على مود يطب بالحلقة الاخيرة يطب بالشياطين وياه. إيلون ماسك نفسه اللي قال انه احنا we're summoning the demon، احنا دا نستحضر الشيطان. I mean with artificial intelligence we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water and he's like, yeah, you sure you can control the demon? Didn't work out. والناس بعدها غافلة وتقول لا الموضوع مو هيجي، هو مجرد تاجر وعنده فلوس هواية وده يحاول يغير من واقع الناس. هذا قمة الغباء، خاصة من بهالزمن بسهولة رأسا تقدر تعرف انه معظم العلماء بالقرن اللي فات اللي صاروا علماء الديجيتال ايج، خلينا نقول آرثر سي كلارك وربعة وذولا وألرون هابرد وجاك بارسنز، دول الرواد مال المفكرين مال عصر الديجيتال، بسهولة نعرف انهم كلهم سحارين، وعلنا يقول لك دي يعترف هو بعبادته للشيطان، دي يقولها بلسانه وانت بعدك ما تريد تشوف. لهذا اني من الكرسي الاحمر اللي اني قاعد عليه هسه وبكل ثقة احكي لك شغلتين، يا اما تاخذ الحقيقة من اليمنى، يا اما تاخذ الحباية على اليسرى وتطفي الفيديو هذا مال يوتيوب وترجع عايش بالصفنة اللي انت جت عايش بيها ومقنع روحك انه هي هاي الحقيقة، لانه ماما وبابا دا يقولون انه هذا الحكي ما موجود. هاي السيد بعد شتري.